قلت تدخل التاعي، قلت ان الامكانيات متوفره ولا ماهيش متوفره، نوفرها للشباب نتاعنا. المهم ان المساعده تكون مدروسه وتكون كما يقولوا شيفري، حساب باين. هذا البلاد عندها الامكانيات باش تقوم بابنائها. ربما البعض اليوم وصلوا لدرجه تاع انتاج حقيقي وداك الشيء يفوتوا البنوك ممكن، ما في اطار تشجيع ابحاث والدراسه مع الابحاث فيه الصناديق هذه، وممكن نخلق صناديق مختصه اخرى، ولكن باش نسمح فيه